بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، عن باقي الاندية المصرية، وهنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات المغرضة اذا كانت الافراح والليالي الملاح موجودة في الجزيرة، ويا رب دايما يجعلها دايما موجودة في النادي الاهلي. هناك حالة من الصياح والنباح والضجيج لدى ابناء متعوبة بعد فوز النادي الاهلي خارج الديار على الاتحاد المنستيري بهدف نظيف في الدقيقة بلس 90، الدقيقة 93 من الوقت بدل الضايع. بعد اذن حضرتك لايك للفيديو عشان يوصل لكل الاهلاوية الرجالة المحترمين عشان يشوفوا رد الفعل او ردود الافعال البيضاء بعد فوز النادي الاهلي وضمان وضع قدم ان لم يكن القدمين في الدور القادم، دور المجموعات من البطولة الافريقية. عايز اقول لك النهاردة كان قرعة الدوري المصري الممتاز. النهاردة في نقطتين مهمين جدا في موضوع القرعة. اول نقطة، خلاص خلال اسبوع ده الموسم السنوي بتاع علاء وحيد، بتاع يحيى الكومي، بتاع خالد الغندور، بتاع قناة الزمالك، بتاع الناس اللي بتصير الفتنة. هو ليه الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلية؟ السؤال بتاع الثانوية العامة بتاع كل سنة، هو ليه الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلية؟ على الرغم ان الاجابة بتبقى واضحة، على الرغم ان الاندية بتبقى عارفة وعلى رأسهم نادي الاسماعيلي نفسه، لكن دايما اتعودنا ان المتحدث الرسمي السابق لنادي الاسماعيلي الاخ علاء وحيد، واللي برضو حتى بالرغم ان هو ساب منصبه لكن برضو بيطلع في نفس الموسم، موسم التزاوج، بالنسبة له بيطلع يتكلم يقول لك هو ليه الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلية؟ كل الاندية بتيجي تلعب في الاسماعيلية، ليه الاهلي خايف يلعب في الاسماعيلية؟ وقلنا مليون مرة ان السبب هو ان الاسماعيلي بيفشل في الحصول على الموافقات الامنية. النهاردة 9، ماتش الاهلي والاسماعيلي يوم 18 او 19/10، إدارة النادي الإسماعيلية معها 8 أيام أو 9 أيام اشتغلوا من البداية من دلوقتي، يطلع علاء وحيد يلف على القنوات، يحيى الكومي والأخ خالد زين نائب رئيس نادي الإسماعيلي ورئيس الإسماعيلي، روحوا مديرية الأمن، روحوا مجلس الأمن، روحوا مطرح ما تروحوا، بس ما شوفش واحد فيكم يطلع يقول لي هو إحنا ليه ما بنلعبش ماتش الأهلي في الإسماعيلية. الأخ خالد الغندور ومن على شاكلة خالد الغندور معاكم في الإعلام أسبوع 8 أيام، اطلعوا وجهوا نداءاتكم وصرخاتكم واستغاثتكم للامن واطلبوا من الامن ان الاهلي يلعب في الاسماعيلية. غير كده ما شوفش واحد يفتح بقه، ما شوفش واحد يطلع يقول الاهلي بتجامل. انتوا عارفين ان الامن والاخ عامر حسين قبل ما تتعمل القرعه قال لك الاهلي مش هيلعب في مدن القناه، لا هيلعب في اسماعيليه ولا هيلعب في بورسعيد، عشان شويه المطبلاتيه اللي هتطلع تقول لك هو ليه الاهلي ما بيروحش يلعب في بورسعيد؟ المصري نفسه ما بيروحش يلعب بورسعيد بقاله 10 سنين، وليه الاهلي ما بيروحش يلعب في بورسعيد؟ فاحنا بنقول لكم من دلوقتي يعني وفروا على نفسكم المجهود بتاعكم واطلعوا اشتغلوا من دلوقتي، طالبوا الجهات الامنيه ان هي توفر الموافقه لنادي الاسماعيلي. حاجه ثانيه، حاجه غريبه جدا، الاتحاد المصري بيثير مصممين دايما انهم يسيروا حواليهم الشبهات. رابطة الاندية ادت للاندية كلها مش النادي الاهلي بس ان من حق اي نادي يا جماعة انه لو عايز تجيب حكام اجانب، حكام الاحتواء مش عاجبينك، شايف الحكام بتظلمك بتيجي عليك، اطلب حكام اجانب لاي عدد من الماتشات. السنة اللي فاتت كان 5، فاتحاد الكرة اشترط موافقة النادي المشارك معاك في المباراة. يعني انت ممكن تطلب حكام اجانب لماتشك وبيراميدز، بيراميدز يقول لك لا، لو الماتش بتاع بيراميدز بيراميدز يقول لك لا مش عايز، فما تقدرش تجيب. النهاردة رابطة الاندية سابتها مفتوحة، قال لك اي نادي عايز حكام اجانب اهلا وسهلا، تفضل حضرتك بس بشرط تكون طرف من اطراف المباراة، تفضل حضرتك حط في خزنة الاتحاد التكاليف الخاصة باستخدام واقامة الحكام الاجانب قبل المباراة ب 14 يوم، ساعتها عينينا الاثنين ليك. لكن اتحاد الكورة اللي مصمم انه يصير حواليه الشبهات قال لك بشرط موافقة اتحاد الكورة. اتحاد الكورة ماله؟ ايه دخل اتحاد الكورة في الموضوع؟ دي مسابقة بينظمها رابطة الاندية المحترفة. ايه اللي دخل اتحاد الكورة
في الموضوع؟ هل عشان اتحاد الكورة يوجه البطولة زي كل سنة بمزاجه؟ هل عشان اتحاد الكورة يعاند في النادي الاهلي بمزاجه؟ ما هو ساعتها بقى يشوف الماتش ده يستاهل ولا ما يستاهلش. انت مالك؟ انا كنادي اهلي كل اللي ليك عندي الفلوس هحطها لك في الخزنة بتاعتك قبل الماتش ب 14 يوم، مالكش في اي حاجة تاني، مالكش فيه. يكش الاهلي يقول لك هات لكل ماتشاتي حكام اجانب، طالما مفيش ثقة والثقة فقدت وفقا لبيان الاهلي، قال لك لجنة التحكيم فقدت النزاهة والمصداقية. فما تجيش النهارده تحط لي شرط تقول لي بشرط موافقه اتحاد الكوره. ايه دخل اتحاد الكوره؟ اتحاد الكوره ملوش اي دخل في مسابقه بينظمها رابطه الانديه المحترفه. النهارده النادي الاهلي كان بيواجه الاتحاد المونستيري، وعايز اقول لك اوعى تمشي ورا بتوع البليله المحروقين اللي بيغلوا دلوقتي ومش لاقين لهم كينا كوم، اوعى تمشي وراهم وتصدق ان فريق الاتحاد المونستيري ده فريق سهل. عايز اقول لك ان النهاردة الوداد المغربي اتكشف على حقيقته. الوداد المغربي، وانا بشكر محمد الكواليني بالمناسبة المعلق المحترم النهاردة على مباراة الاهلي والاتحاد المونستيري، اللي قال صراحة الاهلي خسر دوري ابطال افريقيا امام الوداد بفعل فاعل. النهاردة الوداد بيخسر خارج ارضه 2-1 من فرقة يعني لو قلت لك على اسمها مش هتعرف ان هي بتلعب اصلا في البطولة. نادي ريفرز يونايتد بطل نيجيريا، النادي ده من سنين كان بيلعب في الكونفدرالية، كسب الوداد 2-1. اذا انت بتتكلم على فرقة وقع، فرقة كسبتك وخدت منك بطولة بفعل فاعل، فاعل مجرم، فاعل مجرم. وكان معاه مجموعة من المجرمين ساعدوه عشان يوجه البطولة لصالح الوداد المغربي. الترجي النهارده خسر 2-1 بره ارضه برضه من فريق نيجيري. نهضه بركان بطل الكونفدراليه الافريقيه وبطل السوبر الافريقي خسر في اول ماتش ليه في الكونفدراليه بره ارضه 3-1. اذا مفيش حاجه اسمها حاجه سهله. انت بتلعب قدام وصيف بطل دوري تونس اللي هو الترجي التونسي، وخسران الدوري بفارق الاهداف مش بفارق نقاط، عشان الاخ شادي عيسى طالع يقلل من مستوى الاتحاد المونستيري. شادي عيسى طالع يقول لك واضح ان مستوى الترجي سيء لكي ينافسه على الدوري التونسي الاتحاد المونستيري. الترجي اللي مش عاجبك يا شادي يا عيسى، السنه قبل اللي فاتت خدك رايح جاي في دور المجموعات، فاكرين ولا ايه؟ فاكرين ولا اروح اجيب لكم الواد الهوني؟ فاكرين التلاتة اللي شلتوها في رادس وواحد في القاهرة؟ خدك رايح جاي. ترجي اللي مش عاجبك، ترجي اللي مش عاجبك ده السنة اللي فاتت وصل دور الثمانية او دور قبل النهائي، لكن دور الثمانية عشان نفاق السيف اللي طلعه انت ما قدرتش تطلع من دور المجموعات. فبدل ما تتريق على الاندية بص نفسك، شوف نفسك، كف نفسك، بدل ما تقول الترجي مستوى واقع والمونستيري ومستوى واقع، على الاقل المونستيري هو تاني الدوري التونسي. الزمالك بيلعب مين النهارده؟ بيلعب مركز شباب. دور ال 64 بيلعب قدام مركز شباب، دور ال 32 بيلعب قدام مركز شباب، ومش بس كده، ده الماتشين على ارضه، ده الماتشين على ارضه. انت متخيل؟ انت متخيل النهارده لو الاهلي اللي بيلعب الفرقه بتاعت بومبو السوداني ديت ولا فلومبو البروند ديت، انتوا متخيلين لو الاهلي اللي بيلعب في لامبو ديت؟ ده كان ممكن ناس تتجنن فيها، كان ممكن ناس مخها يسيح فيها ان الاهلي يلعب قدام في لامبو اللي ما حدش يسمع عنه اصلا، والماتشين تشتريهم انهم يتلعبوا على ارضك ب $50,000. هو في كده في الكوره؟ كان يقول لك مؤامره وعملها مصطفى مراد فهمي وعملها مش عارف الخطيب وعملها الاتحاد الافريقي وكوسه ومش كوسه وجو المظلوميات والبكائيات بتاعتهم دي، لكن ما حدش بيتكلم. ليه؟ لان انا كبير، انا عيني على البطوله، ما يهمنيش الزمالك يكمل ما يكملش، ما يهمنيش. لكن في بعض الصحفيين وعدد كبير جدا من جمهور الزمالك مرعوب، والله مرعوبين من استمرار الاهلي في البطوله. يقول لك خلي اي حد يكمل انا هقدر اتعامل معاه، بس الاهلي لا، بلاش الاهلي، ركبي بتخبط في بعض من الاهلي، اديني اي حد تاني بيه. يعني هو عنده الاهلي يطلع من بدري يبقى خلاص هو كده ضمن
90% انه يوصل للنهائي، لانه طول ما بيلعب والاهلي ماشي قصاده هو عينه على الاهلي، فما بيركزش في الماتشات بتاع دور المجموعات وبيطلع تالت او حصاله. النهارده الاخ خالد الغندور يعني منفعل جدا، غضبان جدا. خالد الغندور بيقول لك الاهلي الاتحاد المنستيري فريق ضعيف ومن اضعف فرق البطوله. يا جماعه احترموا عقل الجمهور بتاعكم. هو انتوا ليه بتتعاملوا مع جمهوركم ان هو مجرد قطيع يمين يمين شمال شمال؟ جمهوركم فيه ناس كتير بتفهم فيه، اتعاملوا معهم بادب واحترام، احترموا عقولكم يا جماهيركم. نفسي مره اشوف صحفي يحترم العقل بتاع جمهوره. الاتحاد المنستيري ضعيف واضعف فرق البطوله، امال النكت تشادي ايه؟ فلامبو البروندي ايه؟ الله العظيم، ده هو ده اللي قال لك الدوري احسن من افريقيا والدوري اقوى من افريقيا. شايف ان الاتحاد المنستيري اللي هو وصيف بطل تونس فريق ضعيف؟ ده مش ضعيف، ده اضعف فرق المجموعه. معلش انا عارف ان الخوف اللي جواك يعمل اكتر من كده. اسم الاهلي في البطوله يرعب، اسم الاهلي في البطوله يهز اي حد. ففي ناس لما بتسمع اسم الاهلي في البطوله ركبها بتخبط في بعض، ركبها بتخبط في بعض. لكن كنت اتمنى واحد من المفترض بيتقال عليه، هو لا اعلامي ولا حاجه على فكره، وهاني حتحوت قالها وما قدرش يرد عليه نص كلمه، قال له انت ما عندكش الف به اعلام، انت ما بتفهمش حاجه في الاعلام، وما قدرش يفتح بقه. قال لك انا وهاني حتحوت اصدقاء، عشان رصهم له، عشان كشفوا تفهم ايه انت في الكوره، عشان تطلع تقول للاتحاد المنستيري فريق ضعيف ومن اضعف فرق البطوله. واحد دلدول قال لك الاتحاد المنستيري لو عندنا كان لعب مع عمليه كفر ازاي. عايز اقول لك كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده يعني الجمهور الاتحاد المنستيري كان غاضب جدا بعد المباراه، لكن يا جماعه ما ينفعش الغضب ده يوصل لدرجه البطش بالاخرين. كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده كان ممكن يتصاب النهارده من الحاجات اللي بتترمي على مراسل الوطنيه التونسيه. كان واقف بيجري حوار مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، الجمهور قاعد يحدف حاجات من المدرجات على كابتن سيد وازازات ميه على ارض الملعب. كابتن سيد رفض انه يكمل المقابله واللقاء التلفزيوني وجري. يا روح ما بعدك روح يا جماعه، دي كوره. وبعدين الاهلي كسبك في الملعب ما كسبكش بره الملعب، الاهلي دايس عليك طول الماتش، الاهلي عامل استحواذ 67%، 67% وهو لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه اللعيبه ما جابتش الفورمه بتاعتها، لسه المدرب اول ماتش رسمي مع اللعيبه لسه بيتعرفوا على بعض، لسه المكنه ما طلعتش قماش، ما بالكوا لما المكنه تزيت وتطلع بالقماش بتاعها هيعملوا فيكوا ايه؟ كنت اتمنى ان جماهير منستير يعني تتحلى بالروح الرياضيه وما يحصلش اللي حصل ده. عايز اقول لك ان الزمالك خلال ساعات وبعد مباراه فلامبو بالتحديد الاداره بتدرس ان هي تهدد بالتلويح بالانسحاب من بطوله الدوري او عدم لعب اي مباريات في فتره كاس العالم قطر 2022. النهارده رابطه الانديه اعلنوا بشكل رسمي ان خلال فتره كاس العالم هنلعب 4 ماتشات، 4 اسابيع في كاس العالم في الدوري، وملناش دعوه الزمالك بقى متاخد منه المسلوسي، متاخد منه البرغوسي، احنا ملناش دعوه. في بطوله هتستكمل. الاهلي متاخد منه علي معلول، وما ادراك ما علي معلول. والاهلي بالمناسبه قال لك اوكي ما عنديش مانع. الزمالك اللي رافضين، جده فيرير خايف. خايف من ايه ما اعرفش. اعتبرهم اتصابوا يا اخي. هو انتوا ما عندكوش حد بيتصاب؟ انا عارف ان ما فيش حد بيتصاب عندك، بس اعتبرهم اتصابوا. اعتبرهم اتوقفوا. نكمل بقى، لكن التلويح او الدراسه دلوقتي ان هم بيدرسوا ان هم يلوحوا بالانسحاب او يهددوا بالانسحاب. ليه ده كله؟ هل ده كله عشان هتلعبوا بيراميدز؟ بيراميدز هيلعبوه في الاسبوع الثالث، خلي بالك.
أول خمس جولات في الدوري صعبين جدا على الزمالك، ضرب نار. وأتمنى النادي الأهلي أول سبع جولات بالنسبة للنادي الأهلي في المتناول، لكن مش معنى أن هي في المتناول ننزل نايمين على نفسنا ونضيع نقاط. أول سبع جولات ممكن تركب الدوري من أول سبع جولات، لأن أول سبع جولات في المتناول بالنسبة للنادي الأهلي بالنسبة للزمالك ضرب نار. هيلعب سموحة، بعد كده سيراميكا كليوباترا بالتدعيمات الجميلة اللي عملها أحمد سامي، بعد كده بيراميدز، بعد كده إنبي، بعد كده المصري البورسعيدي. مباريات صعبة. النادي الأهلي ماتشاته أسهل كتير، النادي الأهلي ماتشاته أسهل كتير، لكن السؤال الأهلي هيلعب الإسماعيلي، بعدين أسوان، بعدين الداخلية، بعدين الاتحاد، بعدين طلائع الجيش هو اللي بيغلس مع الأهلي خلال السنين اللي فاتت. لكن السؤال، هل رابطة الأندية هتوافق أو هتصمم على كلامها، ولا هتجيب ورا كعادة المسؤولين في الكرة المصرية؟ خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. شكرا لكم، سلام.